عندنا خبر برضو يعني يتعلق بأنه تم تصنيف أكثر من 20 جامعة مصرية ضمن التصنيفات الدولية الجامعية، هنتكلم عن هذا الخبر. استعرض أيضا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ده بقى الخبر المهم. الحمد لله تم إدراج 21 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2021، بزيادة جامعة جديدة من العام الماضي وهي جامعة بورسعيد. التقرير أوضح تقدم جامعة المنصورة 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي، احتلت المركز 94 لهذا العام مقارنة بالسنة اللي فاتت 102، كان يعني في المركز 102. جاءت جامعة المنصورة في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بعدها جامعة أسوان في مركز 109، يليها جامعة قناة السويس في المركز 112. يعني خلينا نقول أنه التطوير اللي حصل في الجامعات المصرية من سنة 2018 حتى الآن، تقريبا كل سنة من سنة 2018 لحد دلوقتي، يعني مصر هناك يعني عدد أو أكثر من 20 جامعة بتدخل مش بس في تصنيف تايمز البريطاني، ولكن كمان احنا بنشوف تصنيفات عديدة، عندنا اليو اس نيوز الأمريكي، عندنا كمان رانكينج ويب على ما أتذكر رانكينج ويب أوف يونيفرسيتيز اللي هو بيعتبر الإسباني، يعني أكتر من تصنيف عالمي يتم إدراك فيه الجامعات المصرية. دكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، صباح الخير يا فندم. خبر مهم في الحقيقة، خبر مهم جدا، وده إن يدل على شيء، يدل على أن هناك تطور بالفعل في المستوى الأكاديمي، في تطوير المعاهد البحثية، منظومة التعليم العالي بشكل عام في مصر. بنشوف كمان بيتم التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية الخاصة الأهلية، ده كله أدى إلى أنه يتم إدراج أكتر من جامعة مصرية على مدار تقريبا من 2018 ضمن هذه التصنيفات العالمية. صحيح يا فندم، حضرتك يعني يمكن هنتكلم عن جامعة حلوان تحديدا عفوا، لغاية 2017 جامعة حلوان لم تكن مدرجة تماما في أي تصنيف من التصنيفات اللي حضرتك تفضلتي بسردها في المقدمة. احنا قلنا لا، ده مسألة بقاء ومسألة عفوا كرامة للجامعة. إيه المشكلة عندنا عشان ندخل التصنيفات دي؟ كانت محتاجة نوع من التنظيم، محتاجة نوع من الاهتمام بالبحث العلمي، محتاجه نوع من الاهتمام بالباحثين، مهم قوي، موقع الكتروني للجامعه، في مفردات كثيره لابد كنا نحطها في اعتبارنا. اشتغلنا عليها والحمد لله. مثلا احنا جامعه حلوان من 2018 ظهرنا في التايمز هاير اديوكيشن رانكينج، حضرتك اشرت اليه، الاسباني يو اس لا ده التايمز ده يا فندم مش اسباني، لا رانكينج ويب اوف يونيفرسيتي هو الاسباني، عندنا كمان كيو اس مهم جدا، كيو اس ده مهم جدا هذا التصنيف، سيجماجو مهم جدا، وطبعا شنغهاي. يمكن شنغهاي يبقى صعب على بعض الجامعات المصريه انها تدخله، لكن في جامعات مصريه موجوده بالفعل فيه زي جامعه القاهره مثلا على سبيل المثال، ومؤشراتها صعبه قوي كمان لدخول التصنيف بتاعها، هي والتايم سكوير كله يا فندم، يعني كل هذه الحمد لله. مثلا احنا الجامعات المصريه حضرتك بتتكلمي على النهارده كمان جامعه انضمت كمان لينا كمان امبارح في الاعلام بتاع الامس. أنا عايز أقول إن الحمد لله إحنا كجامعة حلوان ظهرنا في كل هذه التصنيفات من 2018. طيب إيه كان المفروض نعمله؟ حضرتك تفضلت في المقدمة يعني بالإشارة لحاجة معينة، التوسع في إنشاء المعامل. إحنا فعلا يعني التعليم العالي طبعا منهم جامعة حلوان، إحنا حقيقي يعني خدنا طفرة في إنشاء المنشآت التعليمية اللي موجودة، من معامل بحثية، من اهتمام بالباحثين، من مراكز بحثية، كل ده مهم جدا، ان البحث العلمي ما ننكرش ان هو بيلعب دور كبير قوي في الويت او الثقل الخاص في عمليه الرانكينج او التصنيف. مش بس كده، انا عندي مثلا مشكله بسيطه جدا كان عندنا جامعه حلوان. اول ما اشتغلت على الملف ده قلت لهم ايه السبب ان احنا مش موجودين؟ قالوا لي حضرتك ان الباحثين في جامعه حلوان قايلين بس بتكتب اسم جامعه حلوان ب 11 طريقه مختلفه، تخيلي حضرتك 11 طريقه مختلفه. مش بس جامعه حلوان، كذا جامعه يعني. لا مكان مثلا جامعه حلوان، ايوه بتاعها مثلا. بعض الناس يقول لك ايه يونيفرستي حلوان، حلوان يونيفرستي،
يونيف مثلا اختصار لليونيفرستي حلوان. كل واحد بيكتب كان الايه الاسم بطريقته الخاصه. وحدنا طريقه كتابه اسم الجامعه، دي حاجه. الحاجه الثانيه النهارده كم الابحاث والحمد لله وعدد الابحاث العلميه اللي بتطلع من الجامعه ليس بالخيانه خاصه في المجال العلمي. طيب كنا لابد ان احنا نحط ده على موقع الجامعه، حتى الابستراكت اللي هو ملخص البحث. في اليات كثيره وكثيره كنا لابد ان نعمل عليها. اشتغلنا عليها، عكفنا على نفسنا من يناير 18 ليوليا 2018. وكلفت احد الاساتذه في كليه الطب وهو عالم كان حاصل على جائزه الدوله التقديريه، قلت له يا ريت الملف ده ملفك لازم نشتغل عليه، نشوف ايه اللي ممكن نسد الجابس اللي موجوده، وفي نفس الوقت بنشوف ايه عدد المعامل البحثيه والمراكز البحثيه والجوائز اللي الناس خدتها موجوده، سواء على جوائز على مستوى الجامعه او حتى على مستوى الوطن او حتى العالم. يعني احنا حضرتك كان قريب كان طلع ان في 2% من ابرز العلماء في العالم، احنا جامعه حلوان كان من نصيبنا 6 من هؤلاء العلماء. نبرز هذا الامر. نشوف اهم افهامات هؤلاء العلماء كان ايه؟ ده مهم جدا جدا جدا. النهارده عدد الناس اللي او عدد الزملاء اللي بيحصلوا على جوائز الدوله سواء جائزة النيل او التقديريه او التشجيعيه وما شابه ذلك، سواء في المجال العلمي او في مجال الهيومانيتيز الانسانيات، ده برضه كان ليه دور وعامل كبير. لكن لا شك اتكلم بصراحه باهتمام بمنظومه التعليم العالي في الاربع خمس سنوات الماضيه حقيقي هو كان السبب الرئيسي في هذا التميز. اهتمام القياده السياسيه بالسيد الرئيس بهذا الامر وملف التعليم العالي عموما كان له ابلغ الاثر في ان احنا كجامعات مصريه، وانا جامعه حلوان بتكلم عن نفسي، ان احنا نبرز في هذا الامر من حيث رصد الميزانيات الخاصه بالتطور العلمي. انا النهارده حضرتك يعني يمكن من اسابيع بسيطه جدا حضرتك افتتحنا مجموعه من صحيح عامل الابحاث في كليه العلوم، في كليه الصيدله، في كليه التمريض، في كليه الهندسه، وكذلك حتى في كليه الاداب في قسم الجغرافيا. يعني حضرتك لما يكون عندنا معمل للجغرافيا ده مهم جدا. انا يعني طبعا جهود يمكن احنا يا فندم بنتابع مع حضرتك وبرنامج هذا الصباح بيتابع مع حضرتك مبالغ ما كناش نقدر. صحيح، واحنا متابعين حقيقه جامعه حلوان كمان في الحقيقه الفتره الاخيره متالقه، يعني بتبذل مجهود كبير جدا وبيتم دعم فيها الباحثين، البرامج حتى اللي فيها متميزه، وحتى كمان في ازمه كورونا كان هناك دورات مستمره لتوعيه العاملين الطلاب. يعني في الحقيقه انتم شغالين على كافة المستويات، كل التوفيق طبعا، وان شاء الله يعني المرتبة تزيد بإذن الله السنة اللي جاية. دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اللي احتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تايمز هاير إديوكيشن أو التصنيف البريطاني. دكتور أشرف صباح الخير، وطبعا يعني ألف مبروك لينا جميعا. صباح النور يا فندم، شاكر جدا شاكر جدا. لأي مدى تطوير ملف التعليم العالي الفترة الأخيرة، الاهتمام بالمعاهد البحثية وأيضا الارتفاع أو التقاء بالمستوى الأكاديمي، التوسع في الإنشاءات في الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات الأهلية، أدى إلى يعني أنه جامعة المنصورة وباقي الجامعات المصرية تحتل هذه المراكز المتقدمة في تصنيف مهم زي التايمز البريطاني؟ أولا يعني هو زي ما حضرتك عارفه ان زي ما الدكتور ماجد قال لحضرتك ان في اهتمام مؤسسي يعني في قصه تطوير الاداء الدرسي في الجامعات المصريه في الفتره اللي فاتت. التصنيفات دي موجوده مش بقى فتره مش جديده، ولكن من 2018 تقريبا. لكن الفكره هي ازاي يعني احنا نعبر عن نفسنا وازاي نخلي الناس او العالم يبص علينا، هي دي النقطه. فكان في اولا طبعا الدورات التدريبيه للناس ازاي هي تبدا تدخل وتدخل المعلومات اللي عندها، وازاي تخلي هذه التصنيفات تشوف التقدم اللي موجود في مصر يعني او في قطاع التعليم العالي او في الجامعات والمراكز البحثيه المختلفه.
فكان ده جزء من الوزاره بالتاكيد ان حصلت دورات تدريبيه للناس جابوا يعني عرفنا النو هاو ازاي الناس تبدا تدخل الداتا بتاعتها. ده بجانب في اهتمام بدعم البحث. دكتور اشرف انا بس هستاذن حضرتك، انا مش يعني صوتك مش واضح، فلو ممكن بس ممكن نرفع صوت حضرتك شويه. وبرضه عايزين نقول للناس ان جامعه المنصوره من الجامعات اللي تصنيفها زاد تقريبا 10 مراكز عن السنه اللي فاتت. ده تم ازاي؟ ايه الجهود اللي بذلناها خلال سنه؟ هو احنا زدنا 8 مراكز فعلا. 8 مراكز. 8 مراكز، احنا يمكن اول جامعه تخش في 100 الاوائل، وده مش يعني ده شيء طبعا فخر لينا. الاهتمام اولا يعني الباحثين في جامعه المنصوره منذ نشاتها ناس جاده بتبقى. ده مش مجهود يوم او اثنين او ثلاثه، يعني ده حاجه تراكميه جمعنا يعني هنجيب 50 سنه في السنه الجايه ان شاء الله. أنا بشكرك دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اللي احتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف البريطاني تايمز هاير إديوكيشن، يعني زادت 8 مراكز عن السنة اللي فاتت. ده شيء مشرف جدا لينا، وده إن يدل على شيء، يدل إنه فعلا كان في جهود مبذولة طوال السنوات اللي فاتت لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر والارتقاء بالبحث العلمي. وإن شاء الله يعني يمكن احنا عندنا كافة الكوادر اللي تؤهلنا، وعندنا الإمكانات اللي تؤهلنا كمان إن احنا يعني نتطور كمان وناخد مراكز في مختلف التصنيفات الأخرى.